لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، وقفنا عند أقسام الحكم العقلي، وكنا نتكلم في شرح البيت الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين: أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، تفهم ونحت لذة الإفهام. تكلمنا في الحكم، وتكلمنا في أن الحكم العقلي الحادث، حكم الحادث ينشأ عن إيه؟ عن خمسة أمور، ها؟ تفهمهم؟ اللي هم إيه؟ الحكم ينشأ، الحكم الحادث ينشأ عن كام؟ عن أمور خمسة. إيه هم؟ ها؟ إما أن يكون إيه؟ جازم، غير جازم. أقسام الجزم إيه؟ اثنان، وأقسام غير الجزم إيه؟ ثلاثة. اللي هو غير جازم يكون إيه؟ ظن ووهم وشك. والجازم إما أن يكون بسبب وإما أن يكون بغير إيه؟ سبب. اللي هو لسبب اللي هو إيه؟ العلم، خلاص. غير سبب اللي هو الضروري، الأمور البدهية الضرورية. وقلنا إن معنى الحكم عبارة عن إيه؟ إثبات أمر أو نفيه عنه، لأن الحكم يعتبر إيه؟ شيئين، أمرين، أمر وأمر، وبينهما نسبة. الحكم ده راجع إلى التصور ولا إلى التصديق؟ هذا التصديق، أن التصديق عبارة عن إدراك مفرد من المفردات أو معنى من المعاني. أما الحكم فيه إيه؟ إذعان، فيه نسبة. الحكم لا يكون إلا في إيه؟ في التصديقات، لا يكون في التصورات، لأنه عبارة عن إيه؟ أمرين، إثبات أمر وإيه؟ لأمر أو نفيه إيه؟ عنه. وقلنا أن الحكم اللي نتكلم فيه اللي هو الحكم الايه؟ العقلي، الذي تدور عليه معرفته العقائد. اما الحكم العادي اللي هو ناشئ عن الايه؟ التجربة، وناشئ عن العادة او المشاهد، حكم عادي. والحكم الشرعي قلنا ده عبارة عن ايه؟ خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين، اختيار او ايه؟ التكييف الوضع. خطاب الله تعالى لتعريف الايه؟ الحكم الشرعي المتعلق بافعال المكلفين بالطلب او اباحة او الوضع لهما، ده الحكم الشرعي. اما كلامنا هنا في ايه؟ في الحكم العقلي. ووقفنا عند مسألة ايه؟ التقليد، مسألة ايمان المقلد، خلاص. والحكم الحادث قلنا ينشأ عن امور خمسة: علم واعتقاد، هم قسمين، وظن وشك. وفصلنا الكلام في ذلك تفصيلا. الان ايمان الايه؟ المقلد فيه اقوال، انا قلت في اقوال كثيرة ونفصلها، في أقوال كثيرة في إيمان المقلد. هنا ذكر، بقولك ذكر ابن عرفة في إيمان المقلد، يعني خد يمكن أشهر الأقوال أو يعني أرجح الأقوال، قال إنها ثلاث: الأول أنه مؤمن غير عاص بترك النظر، يعني هو مؤمن وغير عاص بترك الإيه؟ النظر. الثاني أنه مؤمن عاص، مؤمن لكنه عاصم ان ترك النظر مع القدرة عليه. يبقى معناها الرأي الثاني او القول الثاني، ما الفرق بينه وبين القول الاول؟ الاول يقول ان المقلد مؤمن غير عاصم بترك النظر،
والقول الثاني يقول مؤمن لكنه عاصم بترك النظر بس بشرط، وهو ايه؟ ان يكون قادرا او عنده اهلية او يستطيع النظر. الجيد الفرق بين الاول والثاني ان الاول على اطلاق مؤمن غير عاصم، مؤمن ايه وليس عاصيا بترك النظر. اما القول الثاني جعله في عاصم في حالة القدرة، فاذا كان ما فيش اهلية او ما فيش قدرة انتفت عنه الايه المعصية او انتفى عنه الاثم. القول الثالث انه كافر يعني غير مؤمن، موجود في السنوسية ويعني احد اقوال الاشعري وبعض، لكن حيأتي تفصيله ما معنى ايه الكفر متعلق بايه. في قول اخر انه المقلد ان كان تقليده جازما، حتى نقول لك وبعضهم حقق فيه الكشف وقال ان يجزم، ده في الجوهر التلامذة بقول الغير والا لم يزل في الضير، يعني ان كان جازما بقول من يقلده بحيث لو رجع المقلد لا يرجع المقلد. هنا قالوا ايه يكتفى به اي بايمان المقلد ويكون صحيحا ان كان جازما ولا يرجع ابدا عن معتقده. وبعض قال ان قلد القرآن والسنة القطعية اقوال اخرى، لكنها ترجع ايضا الى هذه الاقوال، ان قلد القرآن الكريم والسنة القطعية فإيمانه صحيح، وإن قلد غيرهما فإيمانه إيه باطل غير صحيح. وهذا القول أيضا فيه نظر، لأن تقليد القرآن والسنة القطعية دون اعتبار الدلائل العقلية يؤدي أيضا إلى الكفر، فإن من أصول الكفر كما ذكر الشيخ السنوسي في المقدمات السنوسية أن أصول الكفر سبعة أو ستة، ومنها اعتقاد ظواهر النصوص، يعني اعتقد بظاهر النص مع المعنى الذي يفهمه العقل المؤدي إلى التشبيه والتجسيم أو المؤدي إلى تعارض المحكمات مع المتشابهات، هذا أيضا يقع في في الكفر. والقول ايضا هذا فيه نظر، ولكن القول الذي عليه الجمهور القول الذي نرتضيه ونقبله ان المقلد مؤمن ولكنه لا يكون عاصيا الا اذا كان عنده اهلية. اذا هنا وجود الاهلية وترك النظر مع قيام الدواء اليه هنا يكون عاصيا، اما ان قلد وليس عنده الاهلية يبقى غير عاصي. هذا هو يعتبر ارجح الاقوال. اذا المعصية ليست في التقليد ولكن في في ترك النظر ان كان قادرا عليه. بالنسبة للحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالطلب، لانه خد بالك معنى كلمة اولا عرفنا معنى كلمة حكم خلاص، وعرفنا المتعلق بافعال اي الذي من شأنه ان يتعلق، تمام. هنا التعلق بافعال المكلفين، هل التعلق ده الحكم قديم الحكم الشرعي لانه خطاب الله تعالى، انما الحدوث ليس في الحكم انما في التعلق، لأن التعلق يكون بأفعال المكلفين والمكلفين حدود. إذا ما تعلق بالحادث فهو حادث، لأن الحكم القديم والتعلق حادث لأنه متعلق بأفعال المكلفين فهو حادث بحدوث المكلفين وليس قديما، لأن المكلف قديم ولا حادث؟ حادث. ولذلك هنا
التعلق هنا صلوحي او صلوحي او ولا تنجيزي؟ اذا لك ان تقول معناه المتعلق تعلقا صلوحيا لا تنجيزيا. صلوح يعني تعلق التنجيزي حادث لا شك، تنجيز يعني تنجيز لما يقتضي بافعال بلوغ المكلفين، زي هذا اسمه تعلق تنجيزي. اما التعلق الصلوح ده قديم لانه ما فيهوش ما فيش مكلف خلاص، وانما هو بمعنى ان الله تعالى عنده صلاحية الخلق قبل ان يخلق، اذا القدرة لها تعلق صلوحي قديم ولها تعلق تنجيزي حادث. فمثلا تعلقت قدرة الله تعالى ازلا بايجاد كذا، بايجاد زيد، هذا التعلق يسمى له في الأزل ده صلوحي. إنما عندما تتعلق بإيجاده بالفعل يسمى إيه؟ بتنجيزه أو بإيجاده فعلا، هذا يسمى إيه؟ تنجيزه إيه؟ حادث. إذا الحط له إيه؟ تعلقين، إن كان صلوحي يبقى قديم، وإن كان تنجيز يبقى إيه؟ يبقى حادث، لأن التنجيز حادث بحدوث المكلفين. المكلفين هنا أي ما يصدر منهم، يعني متعلق بأفعال المكلفين، يعني بما يصدر عن المكلفين من أفعال. والفعل هنا يشمل الفعل والقول والنية، يعني أفعال المكلفين اللي هيتعلق بها الحكم الشرعي، أفعال أو أقوال أو إيه؟ ليه قلنا نيه؟ لأنه ده متعلق بالاعتقاد الناحية القلبية، كيفية نفسانية. ويسمى الاعتقاد أيضا عمل لأنه عمل القلب، ويسمى الكلام القول عمل لأنه عمل اللسان. ولذلك قالوا إيه؟ أفعال المكلفين، ولم يقولوا بأقوال المكلفين، ولم يقولوا باعتقاد المكلفين. فمين يقول له هذا التعريف ناقص؟ لانه المكلف مش هيحاسب على فعل، هيحاسب على فعل وعلى قول وعلى ايه؟ وعلى نية. اذا كلمة فعل دي بافعال تشمل الثلاث، تشمل الايه؟ زي ما يعرف المعجزة ويقولون امر خارق، لما ممكن المعجزة ما تكون قول وممكن المعجزة تكون فعل. إذا كلمة أمر دي يشمل القول ويشمل الفعل ويشمل الترك. يعني مثلا إيه معجزة سيدنا إبراهيم؟ لا نقول إحراق النار، إنه الإحراق فعل ولا الكلام، إنما هو ترك النار الإحراق. إذا هنا ده فعل ولا ترك؟ ده النار أحرقت ولا تركت الإحراق. فقد تكون المعجزة تركا، وقد تكون فعلا زي انقلاب الايه؟ العصا ثعبان، وقد تكون قولا زي القران ما هو معجزه، كلام. قل ايه؟ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران او كلام. يبقى كلمه امر يعني تشمل ايه؟ القول والفعل والترك. وهنا كلمه فعل تشمل القول، ان القول فعل بس فعل ايه؟ اللسان. والنية فعل بس فعل ايه؟ القلب. والافعال هي اعمال الجوارح، افعال الجوارح، البطش، المشي، كلها دي افعال. واضح؟ لكن كيف قال يتعلق به؟ بافعال المكلفين. لما يتعلق الحكم بفعل المكلف، فعل المكلف يا اما يكون ايه؟ بالطلب او الاباحة او بالوضع لهما. لما نقول يتعلق بالطلب، الطلب ينقسم الى كم قسم؟ ينقسم الى اربعة اقسام، لان الطلب اما طلب فعل او طلب ترك، وفي كل اما جازم او غير جازم. يبقى الطلب على كم نوع؟ اربعة. يا حيطلب منك فعل شيء، يا اما ان يطلب ترك الفعل، وإما أن يكون هذا على جهة الجزم أو على غير جهة الإيه؟ الجزم. طيب إذا كان الطلب جازم، يعني
ووجوب ده الإيجاب بدل إيجاب خلاص ده الإيجاب. وإذا كان تركا يسمى الطلب الجازم يسمى إيه بالإيجاب، والترك الجازم تحريم. يبقى الإيجاب يقابله الإيه التحريم. طب واللي غير جازم يسمى الندب. الطلب ما هو طلب، الندب أيضا طلب شيء لكنه طلب غير جازم، وذا يسمى إيه ندبا. والترك الغير جازم اسمه إيه كراهة. يبقى عندك اثنين في قسم الطلب، الإجاب والندب، بس واحد على جهة الإيه الجزم والثاني على غير جزم، واثنين في الإيه في الترك هم التحريم وإيه والكراهة. وأما القسم الخامس فأشار إليه بقوله أو الإباحة. خلاص الإباحة دي إيه معنى الإباحة؟ طيب قبل ما نتكلم عن الإباحة، يبقى احنا عندنا دلوقتي كم قسم في الطلب؟ أربعة. اعلم أن الخطاب المتعلق بهذه الخمسة يتعلق بالإيجاب أو بالندب أو إذا تعلق بالتحريم أو بالكراهة أو بالإباحة، يسمى هذا إيه خطاب تكليف، رغم انه الاباحة ما فيهاش تكليف لكن دخل هنا. هتكلم لماذا دخلت الاباحة في التكليف. الطلب سواء كان جازم او غير جازم فيه تكليف، حتى وان كان امر او نهي ده تكليف ده تكليف. اعلم ان الخطاب المتعلق بهذه الخمسة يسمى خطاب تكليف. يبقى إذن بعض الناس يحدث له شبهة ويقول إن طلب الكف لا يقال له فعل، يعني الترك ده كيف يقال في الترك فعل؟ هو المفروض الترك بإيه عدم فعل وليس فعل. يعني إذا صليت اسمك إيه فعلت الصلاة، طب وإذا لم تصلي تركت الفعل. لكن هو يعرف الحكم الشرع أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فكيف تعلق بالترك؟ والترك ليس فعلا وإنما هو إيه وإنما هو ترك. هذا خلاف ما حققه الأصوليون من أنه يقال له فعل، إذ لا تكليف إلا بفعل. يعني رغم أنه ترك ولكنه يقال له فعل، لأنه عندما ترك كأنه فعل الترك، فلا تكليف إلا بفعل. فإذا قال لك مثلا لا تزني، إذا أنت هتعمل إيه؟ هتمتنع عن الزنا، هتترك. قال لك فلا هتفعل، لأن الترك ده أيضا فعل ولكنه فعل إيه على السلب، إنما الثاني على الإيه على الإيجاب. يعني فعل له جهتان، جهة فعل وجهة ترك. فطلب الترك إذا كان بصيغة افعل، زي مثلا يقول لك كده إيه كيف يطلب الترك؟ يطلب بصيغتين، بصيغة افعل وبصيغة لا تفعل. كيف يجي لك مثلا يقول لك إيه اترك الزنا كده، اترك الزنا ده فعل اترك، ويقول لك لا تزني. يبقى إذا طلب الترك يكون بصيغة افعل ويكون بصيغة لا تفعل. لما يقول لك مثلا صلي أو مثلا لا تصلي عند طلوع الشمس، طلب الترك إما أن يكون بصيغة الأمر أو بصيغة النهي. ورد هذا في القرآن كثيرا، وقد يكون أيضا بلفظ التحريم، قل تعالى أكل ما حرم ربكم. خلاص كده. إذا كان بصيغة اترك ودع وذر كان أمرا، وإذا كان بصيغة في أداة من أدوات النهي يكون إيه يكون نهيا.
ده هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين والحكم الشرعي. قلنا الحكم قديم والتعلق حادث، وتكلمنا عن التعلق التنجيزي والتعلق الصلوحي أو بالإباحة. الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح لأحدهما على الآخر أو بالترجيح. فإن قلت يرد على هذا أن الإباحة مطلقة أيضا على ما هو مرجوح كالطلاق، فإنه أبغض الحلال إلى الله كما في الحديث. والجواب أن هذا التعريف لأحد معنيي المباح، يعني المباح له معنيان، لأنه يطلق المباح على ما قلت الآن على ما استوى في الطرفان، ويطلق أيضا على ما أذن فيه وإن لم يستوي فيه الطرفان. فمثلا أباح الله الطلاق، لكن هل الطلاق مستوي مع الزواج؟ لا، ده أبغض الحلال. فهنا في طرف أرجح وطرف مرجوح، الإبقاء العصمة والزوجية ده أرجح، مش مستويين زي بعض. يبقى إذن المباح له معنين، ما استوى طرفاه تجلس المسجد أو تخرج، يعني مثلا تنام أو لا تنام، استوى الطرفين، ما فيش ترجيح لطرف على الآخر. لكن بالنسبة للطلاق مباح ولا مش مباح؟ ولكنه أشعر بأنه يعني يؤذن فيه عند الحاجة، فهذا لم يستوي طرفاه. فإذا تعريف المباح إما ما استوى طرفاه وإما ما أذن فيه، يعني جاء الإذن بفعله خلاص، هذا مباح أيضا ولكنه لم يستوي طرفاه. يبقى المباح يطلق على على معنيين. ولذلك يقول الله في بعض الناس كان يفسرها كده، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إن أمره إجابة وذروا نهيه، كده ذلكم خير لكم إن كنتم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، برضو جاء أمر بالانتشار ولكنه ليس على على الإجابة وليس على الندب أيضا، وإنما هو أفضح جلس بعد الصلاة في المسجد، هل يكون مخالفا لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشر؟ وإنما هذا إذن لمن يريد أن يخرج يخرج، فهذا مباح من جهة الإذن وليس من جهة ما استوى طرفاه، لأن الجلوس في المسجد أفضل وذكر الله أفضل والخروج هنا ما فيش استواء في الطرفين، لكنه أذن في ابتغاء الرزق وكذا بعد انقضاء الصلاة. إذن المباح ما استوى طرفاه أو ما أذن فيه وإن لم يستوي طرفاه كما صرح به القرافي. واضح هنا؟ بعدين قال بالحكم الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو أو الإباحة أو الوضع لهما. خلاص؟ بعدين يبقى احنا كلامنا الان الوضع اللي هو معناه الوضع الجعل، تمام، الجعل لهما، يعني معناها حيجعل كم قسم دلوقتي عندك؟ سبب وشرط ومانع وصحيح وفاسد. يعني ان الله تعالى جعل اشياء، معنى كلمة الوضع اشياء، لتكون اما سببا لشيء او شرطا او مانعا. خلاص؟ وزاد ابن السبكي قال او صحيحا او او فاسدا، فجعل الصحة والفساد من خطاب الوضع، كما ان الاباحة كذلك جعل لها شرطا وسببا ومانعا. طبعا تعريف الشرط السبب، في سبب وفي شرط. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، زي دخول الوقت بالنسبة للصلاة فإنه سبب في دخول الصلاة. طب والشرط تعريفه ما يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، زي الطهارة بالنسبة للصلاة. الأمور دي طبعا دخلنا على على القاعدة بتاعة الأصول.
واما غيره، يعني غير الحكم الشرعي. قلنا الكلام اللي هنا قلنا الحكم ينشأ، الحكم اللي اتكلم فيه هنا اللي هو عرفه الشيخ بقوله اقسام حكم العقل لا محاله هي الوجوب ثم الجواز، هذا مش داخل في الايه في الحكم الشرعي، لانه تعرف الحكم الشرعي مختلف، هو داخل ده في الحكم الايه العقلي هنا، خلاص الحكم الايه العقلي. وقلنا تعريف كلمة حكم مطلقا كده سواء كان شرعي او عقلي اثبات امر اذا كان مستند الوجوب الشرعي، الصلاة واجب وقد حكم ايه شرعي، الزنا حرام هذا حكم ايه شرعي. واما غيره هو اثبات امر لامر او نفيه عنه والحاكم به، اما العقل واما العادة الشرع خلاص قلناه، نقول لكم اما غيره يعني خلاص يعني غير الحكم الايه غير الشرعي. والان حصرت الكلام في اثنين لما قال اما الحاكم به اما ايه اما العقل واما العادة، فان كانت العادة او كان العادة فعادي والحكم العادي، اتكلم هنا في الحكم العادي، يقول لك فان كان العاده يعني ان كانت العاده هي التي حكمت، يعني حكم العاده يعني ما اعتاده الناس. وبعدين كيف يقول العاده لها حكم؟ الحكم ده لا، الحاكم لازم يكون يعني مثلا في الخطاب الشرعي الحكم الشرعي الحاكم هو الله تعالى، والعقل الحاكم هو العقل، فكيف العاده ينسب لها حكم؟ كيف تقول عادة حكمت؟ قالوا هو نسب سمي حكم عادي لما اعتاده الناس وليس الحاكم، وليس هو الحاكم، ليست العادة هي التي تحكم، ولكن النفس تحكم، ولكن الحكم هي مستند إلى ما اعتاده الناس. إذا الحاكم به نفس الإنسان هو اللي هيحكم به، يعني العقل نفسه هو اللي هيحكم بالحكم العادي، لكن ده مستند العقل المجرد دون مشاهدة أو تجربة أو شيء، يعني حتى الحكم العادي العقل هو اللي هيحكم به. بس هي الفرق بينهما ان هذا لانه ما فيش حاجة اسمها العادة بتحكم، ده هو منسوب لما اعتاده الناس. يبقى ايضا الحكم العادي الحاكم فيه هو العقل، ولكن ليه اسند الى العادة؟ لان في هذا الحكم ايه انفكاك وعدم تلازم، ما فيش ارتباط عقلي، اما هذا فيه ارتباط عقلي لا ينفك كالحكم بالفردية للثلاثة وبالزوجية للاربعة، فان العقل المجرد دون مشاهدة ولا تكرار ولا اختلاف من شخص ولا بلد، فالفرق بينهما الضابط بينهما ان هذا فيه تلازم العقل تلازم والتلازم والحكم العادي فيه تلازم، لكن الفرق بين التلازمين ان التلازم هنا لازم ثابت لا ينفك، لا يتصور في العقل انفكاكه. هل يمكن يتصور ان تكون الزوجية الثلاثة زوجا؟ لا. هل يمكن يتصور ان يكون الاب متأثر في الوجود على الابن؟ لا. ان يكون الواحد مثلا مساو للاثنين؟ لا. هذه احكام عقلية ثباتها ولزومها لا يتخلف، اما لا ينفك ولا يتخلف. اما العادي حتى ولو لم يتخلف ولو مرة واحدة في الوجود، لكن يجوز في العقل، مش شرط يعني التخلف يعني يحدث مرة، لا حتى لو لم يحدث ابدا، لكن يجوز في العقل ان يتخلف ام لا يجوز؟ خلاص. ولذلك لو 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 لم نفرق بين الحكم العقلي والعادي حيؤدي هذا الى نفي المعجزات والكرامات، نفي المعجزات والكرامات اذا كان ما فيش معجزات قد يكون في كرامات. الضابط اللي انتم تفهموه ان الحكم العقلي فيه تلازم والعادي فيه تلازم، لكن هذا التلازم يجوز يجوز سواء وقع او لم يقع، يجوز في العقل انفكاكه وتخلفه.
ولذلك قسمت الدلالات دلالة عقلية ودلالة طبيعية ودلالة وضعية، والوضعية قسمت إلى لفظية وإلى غير لفظية، واللفظية قسمت إلى ثلاثة تضمنية إلى مفاضقية وتضمنية والتزامية. والالتزام إما أن يكون عقلا وإما أن يكون بحسب العادة أو العرف إلى آخره. ومعنى كلمة يحكم به العادة يعني يحكم به النفس، ولكنه إيه مستنده ما اعتاد أو ما ألفه الناس أو ما كان بواسطة التكرار أو بالتجربة أو بالمشاهد. المهم يلاحظ فيه أمر آخر غير العقل المجرد، يعني العقل المجرد بإضافة تكرار ومشاهدة. زي يحكم العقل مثلا بأن الماء يغلي، والمستند الحكم هنا العادة عند درجة معينة يغلي عند درجة 100 خلاص، هذا حكم ايه مش عقل، حكم عادي، وحكم به العقل ايضا لكنه مستند الى ايه الى التجربة او الى التكرار والمشاهدة الى اخره. فالحكم العادي اثبات امر لامر برضو نفس تعريف الحكم العقلي، او نفيه عنه بواسطة التكرار بينهما على الحس، يعني على الايه راجع هنا للايه للمحسوسات اللي هي ايه المبصرات والمسموعات والمجربات، الامور الحسيه الراجع فيها الادراك الى الحواس الخمس، كاثبات ان النار محرقه وان الطعام يشبع. وليس المراد هو هنا لما جينا حكمنا بان فينا حكمنا ايه بالاحراق للنار كده، النار محرقة والطعام يشبع. هنا في ايه حاجتين، في ارتباط بين شيئين بين النار وبين الاحراق، لانه لا احراق بغير ايه نار، ومفيش نار من غير ايه احراق، ففي تلازم بينهم. لكن هذا التلازم يجوز في العقل انفكاكه ام لا يجوز؟ يجوز. فان كان يجوز فهذا حكم عادي، وان كان لا يجوز فهذا حكم عقلي. كذلك التلازم بين الطعام وبين الايه الشبع. ومعنى التلازم ايه؟ التلازم بيقول لك يعني ايه وجود الامر استواءه في حالتين، في حالة الطرد وفي حالة العكس، يعني كلما وجد هذا وجد هذا وانتفى هذا ينتفي هذا. طردا يعني ثبوتا، عكسا يعني نفيا، وجد هذا يوجد هذا، لم يوجد هذا لا يوجد هذا، أو في تلازم بينهما. والمراد بالارتباط في ارتباط بين أمرين، بين الإحراق وبين الإيه وبين النار. ايه معنى كلمة ارتباط؟ يعني اقتران ودلالة جعلية، لا ربط لزوم عقلي ولا ربط تأثير من احدهما في الاخر. احنا لما نقوله في ارتباط يعني في اقتران بين الاحراق، بين النار وبين الاحراق، وبين الطعام وبين الشبع، وبين الماء وبين الايه خلاص. يبقى اذا في تلازم، التلازم يعني في ايه في اقتران بين امرين. عشان كده ما قلنا مش عايزين نقول في تلازم ولا نقول في ارتباط، قلنا فسرنا الارتباط بالايه بالاقتران. تمام. ومعنى بواسطة التكرار بينهما على الحس متعلق على الحس متعلق بالتكرار، وهو شامل الحس الظاهري كالسمع والبصر والشم والذوق، كأن تحكم بالضوء عند طلوع الشمس وعند ايه ايقاد الايه السرج، وأن تحكم بأن هذه رائحة طيبة أو ضدها مثلا. يعني في الحس ده الحس منقسم إلى قسمين، في إحساس ظاهري وفي احساس باطني. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاحساس الظاهري سماع رؤية شم، يعني قلت هذه الرائحة طيبة. ايه المستند هنا؟ الحواس، احد هذه الحواس اللي هو ايه الشم. الباطني واحد يقول ايه خلت معدته من الطعام،
فيحس بالجوع. هذا امر هل اطلاع لنا عليه ممكن ترى امامك وتظن انه يعني ممتلئ وليس ويكون في اشد الجوع او اشد العطش، يبقى هذا امر باطن الاحساس بالايه بالجوع. انما لما تسمع صوته او تشم الرائحة هذا امر ظاهر. فهل يعلم احد اذا كنت انا مثلا اكلت او ما اكلت او شبعت او احس بالجوع او بالالم؟ لا يعلم ان هذا امر ايه باطن. إذا قيام الجوع بالإنسان أو العطش به هذا أمر يعني يدرك به بالحس له الباطن. وليس المراد من الاقتران اللي احنا قلنا عليه ده أن هذه النار مثلا هي المؤثرة، التأثير ده قضية ثانية. المهم في اقتران بين النار وبين الاحتراق، في تلازم في ترابط زي ما تقول قول، لكن هل يعني وجود هذا التلازم يعني احدهما مؤثر في الاخر؟ لا خلاص كده. اذا قضيه الاقتران لا تعني ايه التاثير، لا تلازم او لا لزوم بينها وبين الايه التاثير. اذ التاثير احنا كيف عرفنا انه في اقتران بين الاحراق وبين النار؟ في كيف عرفنا؟ كيف حكمنا؟ قلنا ده حكم عادي بالتكرار وبالعادة. يبقى إذن العادة دلتنا على إيه؟ دلتنا على الاقتران لكن لم تدلنا على التأثير. التأثير ده أمر باطني خفي لا يعرف بالعادة. العادة دلت على أنه في اقتران بين شيئين، في تلازم وفي ترابط، لكن كون أن النار هي المؤثرة في الإحراق هذا لا دلالة للعادة عليه أبدا. تلقيها منفصل، تلقيها موضوع ثاني. مش معنى وجود الاقتران يعني وجود الايه وجود التأثير. فالعادة لا تدل الا على مجرد الايه الاقتران فقط. اذا غاية ما دلت عليه العادة الربط بين امرين، ربطت بين امرين، بين النار وبين الاحراق وبين الطعام وبين الشبع. اما تعيين فاعل ذلك التأثير اللي هو الإحراق أو الشبع فليس للعادة فيه مدخل ولا منها يتلقى علم ذلك كما قال الإمام السنوسي. يبقى في تلازم بين السبب وبين المسبب، في اقتران بينهما. إنما هل هذا التلازم أو هل هذا الاقتران يعني وجود التأثير للسبب في المسبب؟ لا، ده امر لا يتلقى ولا يعرف من العادة. اما يعرف من ايه؟ من جهة اخرى، وسيأتي الكلام عنه في الكلام او في شرح صفة الوحدانية وما يتعلق باعتقاد ذلك. ولا تمام. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. هو نقلنا إلى موضوع التأثير، يعني من يقول أن النار تؤثر بطبعها أو أنها علة، خلاص. والفرق بين التأثير بالطبع والتأثير بالعلة إيه؟ أن التأثير بالطبع لا يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع بخلاف العلة، بخلاف العلة دي ما تتوقفش. الطبع هو اللي يتوقف. أما العلة لا توقف لها، زي حركة الساعة مع حركة اليد فلا تتوقف على شرط ولا على انتفاء مانع، بخلاف تأثير النار في الإحراق على أو اقتران النار مع الإحراق تتوقف على شرط وهو الايه المماسة، يعني مماستها للجسم الايه المحرق وانتفاء مانع اللي هو البلل مثلا. يعني لو انها لمست الورق فلم يحترق، يبقى هنا في ايه في مانع اللي هو البلل. الورق مبلول عشان يحرق زي الحطب، اذا كان لين لا يحترق. امال اللي يحترق يحترق الناشف اليابس، والنار تعمل ايه برضه مش هتسيبه، هتنشفه الاول هتاخد الماء منه وبعدين هتحرقه برضه. بس بعد ايه؟ بعد ما ينتفي المانع، مش هيحرق وهو مبلول بعد انتفاء الايه المانع.
أما تعيين فاعل ذلك يعني فاعل ذلك التأثير، فمن هو فاعل التأثير؟ لو قلت أن فاعل التأثير غير الله، تأثير في أي شيء، في الإطعام أو في الإحراق أو في أي شيء، لو قلت إن هناك تأثير لغير الله فهذا شرك في الأفعال. مش يقول التوحيد معناه إيه؟ اعتقاد وحدته تعالى ذاتا وصفات وأفعالا، يبقى هنا هذا مخالف للوحدانية في جانب الأفعال. إن قلنا الوحدانية معناها نفي الكموم الخمسة، متصل ومنفصل في الايه؟ في الذات، ومتصل ومنفصل في الصفات. أما في الأفعال ننفي فيها الكم الايه؟ المنفصل، ما ننفيش فيها الايه؟ المتصل. يعني ايه معنى؟ لأنه لا فعل لغير الله تعالى، يبقى معناها التأثير يعني لا يسند إلى النار. إنما اللي دلتني يقول لك ما هو العادة، اللي دلت عليه العادة هو الاقتران، لكن لم تدل على أن النار هي التي تؤثر في الإحراق. فالذي يؤثر في الإحراق أو الذي يحرق بالنار هو الله، ولو شاء لأحرق من غير نار، بأسباب ومسببات. والذي يؤثر مثلا في الإنجاب أو في الحمل هو مثلا إيه؟ النطفة، السبب يعني الاقترن بين هذا. لكن من الذي يخلق الجنين أو من الذي يجعل المرأة تحمل؟ هو الله تعالى. فلما تغشى حملت حفظ هكذا، لئن آتيتنا، ما لم يقل لئن آتانا النطفة أو إلى آخر. وهذا هي، وهذا هو معنى التوحيد، وجانب مهم جدا في التوحيد، توحيد الذات والصفات كله، لكن توحيد الأفعال هو ده المهم جدا، وهو الذي يقع الناس في الشرك بسببه وهم إيه؟ لا يعلمون. فمن اعتقد أن النار تؤثر أو الطعام أو أي شيء بالطبع أو بالعلة فذاك كفر. ومعناه أن من اعتقد أن النار تؤثر بطبعها أو أنها علة في التأثير، يعني هي علة التأثير، فهو كافر باتفاق. في قول ثاني لو يعتقد أنها تؤثر لكن لا بالطبع ولا بالعلة ولكن بقوة أو دعاها الله فيها، فهذا في كفره وعدم كفره خلاف. والصحيح أنه إيه؟ مؤمن عاصم. فمن قال بكفره نظر إلى حال تعلق القدرة الحادثة، يعني اللي قال بأنه كافر، في ناس قال برضو اللي يقول تؤثر بقوة أو دعاها الله تعالى فيها، إذا نسب التأثير إلى القوة يعني القدرة الحادثة، فتعلق النار بالحطب أو الشبع بالأكل دون تدخل لقدرة الله تعالى، إنما التدخل لمين؟ للقدرة الحادثة. ولولا أنهم قالوا إن هذه القوة الحادثة أو القدرة مخلوقة لله لكفروا صراحة. يعني إيه اللي خلى التكفير فيه خلاف؟ إنه قالوا أيضا هذه القوة خلقها الله مش هي للعبد، زي كلام المعتزلة لما قالوا إن العبد خالق لأفعال نفسه بقدرة خلقها الله. فلما قالوا خلقها الله انتفى عنهم الكفر، ولو قالوا بقدرته سكتوا، كأنهم صرحوا بفاعل ثاني، والفاعل أو المؤثر واحد، ألا له الخلق والأمر. لو قالوا كده إن العبد يخلق أفعال نفسه رغم نسبوه إلى الخلق، مش مشكلة اللفظ، المشكلة المعنى. فإذا كان خالقا لأفعال نفسه سكتوا كده ولم يقولوا بقدرة خلقها الله لتم تكفيرهم صراحة، إنما عشان رجعوها في الآخر إلى الله تعالى يبقى أصبح إيه؟ في كفرهم أو في نسبتهم إلى الكفر خلاف. ما هذا كملك بس، من قال بكفره اللي هو خلاف نظر إلى حال تعلق القدرة الإيه؟ الحادثة. ومن قال اللي قال تعلق القدرة الحادثة كتعلق النار بالحضر أو الشبع بالأكل دون قدرة الله تعالى، يعني معناها إيضا بالفرق. واحد يقول اسمها النار تحرق بقوة، وهذه القوة جعلها الله تعالى في النار، يعني أصبحت قوة ذاتية لها رغم أنها هي مخلوقة لله تعالى، فكيف نكفر هذا؟ إذا كان اعترف بأن هذه القوة خلقها الله تعالى، قالت ما حتلزم مصيبة ثانية، حيلزم على هذا القول
القدرة اللي في النار دي حادثة ولا مش حادثة؟ حادثة. هيلزم في هذه الحالة تعطيل القدرة القديمة. لما تكونش هي حادثة بتعلقها بالنار زي ما التعلق ده موضوع ثاني. نتكلمش في التعلق. احنا نتكلم دلوقتي حاليا بيقول لك شوف كده من قال بانه ايه من قال بكفر نظر الى حال تعلق القدرة الحادثة فتكون قدرة الله تعالى معطلة يعني كأنه أسند العجز إلى الله تعالى وجعل القدرة للإيه أو الفعل أو التأثير للقدرة الحادثة والقدرة الحادثة لا تأثير لها أصلا إلا الاقتران اقتران فقط وليه الاقتران ده واحد يقول طب من الاقتران معناه ايه عشان نفرق ونقول هذا قادر وهذا عاجز وانت تستطيع ان تفرق بين حركة اليد الاختيارية والحركة الاضطرارية فلو كان ما فيش قدرة حادثة اذا حيلزم ايه انتفاء التكليف وعجز الكل فوجود القدرة الحادثة عشان هي مناط التكليف لكن ما لهاش تأثير فإذا اقترنت بالفعل نسب الفعل إلى العبد على جهة الكسر ونسب إلى الله تعالى على جهة الخلق فالاقتران فقط ولو ما فيش قدرة حادثة جمعنا هذا غير مستطيع عاجز زي الذي لا يستطيع القيام إيه الفرق بين من نصلي قائما ونصلي قاعدا هذا القدرة الحادثة فيه التي اقترنت بالفعل نسب إليه أنه مستطيع أو أنه مكلف لو انتفت القدرة الحادثة حننتج التكليف لكن هل القدرة لها تأثير لا هذا على ايه اذا فهمنا الجهتين فهمنا مين اللي كفره ومين اللي ما كفره شيء طب اللي كفره نظر الى انه الفعل تم بالقدرة الحادثة القدرة القديمة ايه ها معطلة طب اللي قال بإيمانه نظر الى ان المؤثر في النهاية حقيقة هو الله لانه هو خالق القدرة الحادثة فيعني احسن الظن بل ما هو حتى عندما قال بقدرة حادثة او بقوة حادثة هذه القوة الحادثة ترجع لمن للعبد ولا لله طب ما الفرق من رجعنا في الاخر الى الله قال لك ما هنا الفرق ده الاولان ده لانه قال القدرة القديمة خلقت القدرة الحادثة وتركتها ما فيش ارتباط ولا انفصال اصبح العبد خلاص مؤثر ولا حاجة به الى الايه الى الخالق عنده ايه زي ما تقول انفصل عنده انفصال ذاتي ده الكفر باب اللي قال ما هو لا لم ينظر الى هذه الجهة قال انه ايه مؤمن خلاص لان اعتقاد المؤثر في النهاية المين لله سبحانه وتعالى والذي الخلق معناها نسبة الامر الى الله تعالى ما فيش قدرة حادثة هنا انما الاكتساب لازم يكون مع اقتران القدرة الحادثة بالفعل لو ما فيش قدرة حادثة خلاص المسألة كلها ما فيش الانسان فيها تكليف لا يكلف الانسان الا اذا كان ايه خلق الله قدرة حادثة واقترن بالفعل يعني اذن هناك قدرة حادثة خلق الله سبحانه وتعالى ولكنها ليس لها تأثير الا مجرد الاقتران وفي هذا الاقتران يوصف العبد بالتكليف او بالاستطاعة والحاصل لحظة أن الذي يجب اعتقاده أنه لا تأثير لشيء من الأشياء سوى الله خلاص كده التأثير كله لله ألا له خلقه الله خالق كل والله خلقكم كما تعملون الذي يجب هذا الذي وأما من اعتقد أن هذه الأشياء تؤثر تأثيرا عقليا أو تأثيرا عاديا إيه الفرق بينهم أن العقل لا يمكن انفكاكه وأن العادي يمكن انفكاكه من اعتقد أنها تؤثر تأثيرا عقليا لا يمكن انفكاكه فهو كافر وأن التأثير لله تارة جميل احنا قلنا التأثير لمين لله بس خد بالك لما هو التأثير لله أم ليه الحاجة اللي خلق النار مثلا رب يحرق يلقى نفسه يتحرق وما فيش نار أو يلقى نفسه شبع وما فيش طعام قال لك هذا إيه التأثير لله تعالى تارة يكون بلا واسطة
وتارة يكون بواسطة وهي الأمور العادية، وإلا لزم تأثير بعض العوالم في البعض الآخر وهذا كفر. يبقى التأثير بالنسبة لله تعالى على نوعين، ما يكون تأثير مباشر ما فيش قدرة حولها مباشرة كده، وإما أن يكون بواسطة القدرة العادية. بمعنى إيه؟ أن الله تعالى يحرق بالنار هنا بواسطة النار أو بغير نار، في الإنسان نفسه احترق وبيجي ذرات فيه وبيجي رماد وبدأ هنا بلا واسطة، أو الذبح أليس قادرا على أن يفصل الرقبة بغير سكين أو بغير سكين؟ بلى. فكذلك إذا ذبح بالسكين مثلا أو بآلة فبواسطة الآلة، لكن التأثير هل هو للآلة؟ لا. أنت تعالى أنت بنفسك اذبح كبش أو اذبح ناجل، لو حطيت السكين كده على الرقبة ولا مثل وما فيش مانع ولا فيش كذا ولا انتفاء مانع ولا، هل تؤثر الذبح بنفسها؟ ما المانع التأثير لمين؟ ليس للآلة ولكن للذابح. وكذلك شأنك انت بالنسبة لله تعالى كأنك الآلة، يعمل بيك او ما يعمل فيك، والله على كل شيء قدر. أما الربط لي الأسباب بالمسببات ده نظام، وهذا الربط ربط عادي، لأنه ممكن ربنا يجعله يتخلف بدليل إيه؟ قيام المعجزات بالنسبة للرسل تعالى، جعل ربطا ولكنه عاديا ليس عقليا. ولو قلنا بأنه ربط عقلي لأدى ذلك إلى نفي إيه؟ المعجزات. ذاك قانون ونظام وضعه الله تعالى وهو يخرقه إذا شاء ويعطله إذا شاء ويلغيه إذا شاء لمن يشاء من عباده. هل يعمل لكل الناس ولا لإيه؟ للدلالة على إيه؟ طلاقة قدرته سبحانه وتعالى. فالنتيجة من ذلك أن التأثير لله وحده واضح، ولكنه تعالى قرن وجود الشبع بوجود الأكل، قرن. لم يجعل الايه لقلنا الكلام المعتزلة هيجعل الاكل هو المؤثر او هو المحدث للشبع، ده الاكل مخلوق والشبع مخلوق والنار مخلوق والاحراق مخلوق، يعني كأنه خلق الله تعالى الاحراق عند مماسة النار، يعني عند نزول الماء فانزلنا لينج ربنا الماء وهو اللي يحيي الارض، بل فاحيا به الارض بعد موتها، كان الإحياء بواسطة. وكان من الممكن أن يخلق الله الإحياء بدون واسطة الماء، ولذلك قال بعض قال هذه الأشياء اللي هي الربط بين وبين ما يوجد بها المسبب والسبب، قال يخلق الله تعالى التأثير بها ولا عندها، لا عندها عندها أحدها، عشان لو قلنا بها كأنه لها إيه واسطة، إنما الواسطة هي الاقتران. حتى كلمة واسطة زين تعودين عشان ما نقول بها، يعني قلنا عند الاقتران هم عبروا عنها لكن في تجاوز في العبارات، لكن عند شرح المعاني لازم تكون في دقة. فنقول يخلق الله الأشياء عندها، لما عندها يعني عشان نقول ده في اقتران، بس عندها عند الاقتران وليس به. خلاص تعتقدون ان القدرة تعلقها الصلاحي هو القديم، ما هو تعليق الصلاح قديم، التنجيز هو الحادث، الصلاح القديم التنجيز هو الحادث. طب التنجيز الحادث هو دليل التأثير، هو الحادث هو دليل التأثير، التأثير في الحادث. اما الصلاح القديم تمام القدرة وصلاحيتها، صلاح قديم وفي تنجيز قديم، التنجيز القديم ده معناه اللي هو التخطيط الإرادة، ضبط الإرادة. والحادث اللي هو التأثير، التأثير يعني التأثير لازم يكون حادث. والتأثير معناه ايه؟ معناه الخلق، ما الخلق حادث. يودي على رأي الأشاعرة الذين يرون صفات الأفعال الحادثة بخلاف ماتريدية، خلاف لفظي، من قلتكم جعلوا انه التعلق هو الايه الحادث، والصفة نفسها أجل عنده صفة اسمها التكوين، وانه صفة التكوين قديمة تمام، عشان كده لانه كده يبقى كده معناها صفات الافعال قديمة، لانه راجع الى التكوين مش الى القدرة. الله تمام. فاذا ثبت ان هذا الاعتقاد باطل اللي هو ايه اللي هو الذي يقول ان التأثير لله وحده،
وحده، لكنه قارن وجود الشبع بوجود الايه الاكل، وقارن الري عند الشرب، وقارن حتى الستر عند اللبس. واحد عريان ومسوق قارن هذا بهذا، انه اذا ونبات الزرع عند الماء والبذ والاحراق عند مماسه النار، فاذا ثبت هذا ان الاعتقاد ثبت ان الاعتقاد التاثير لغير الله تعالى بهذا باطل، ثبت ان المؤثر هو الله وهذا هو المطلوب، وايضا ثبوت التاثير لله تعالى مقرر في ذهن كل عاقل موحد. واضح كده؟ اذا نقول هنا ان كان الحكم ده مستند الى العقل يسمى حكم ايه؟ عقلي. وان كان الى العاده يسمى ايه؟ عادي. ما تكلمناش في الشرع ليه؟ لانه ده خطاب الله، حكم قديم. هنتكلم في الحكم النائل، الحكم الحادث الذي ينشا عن امور خمسه، وتكلمنا عنهم العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم، وتكلمنا في اقسام الجزم اثنان واقسام غير الجزم ايه؟ ثلاثة. فنقول العقلي الكامل العقلي فعقلي، وهو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه من غير أحسف الدقة هنا، من غير توقف على تكرار ولا استناد إلى شر. كلمة من غير توقف على تكرار أخرج إيه؟ العادي. ولا استناد إلى شر أخرج الشرعي. وخرج بهذا القيد الأخير حكم الفقيه المستند الى الشرعي. القيد الاخير كاثبات الوجوب للصلاه، لان اثبات الوجوب للصلاه مستند الى ايه؟ شرعي، الى خطاب الله تبارك وتعالى. وخرج بقوله حكم العقل الحكم الشرعي والعادي. فالحكم الشرعي يعني معناها سمي شرعيا لأنه لا يعلم إلا من جهة الشرع، ما لا يعلم بالعقل. نحو الصلوات الخمس واجب، صلاة الضحى ليست، ما احنا عايزين كم مثال دلوقتي، عايزين خمس أمثلة، خمسة وجوب وبعدين ايه ضد الوجوب التحريم، وبعد كده يأتي اللي هو غير الجازم اثنين ندب وكراهة طبعا ده في المقابل، وبعد كده تأتي الايه الاباحة. يبقى مثال الحكم الشرعي ايه؟ ها صلاة واجب، الزنا ايه حرام. طب مثال العادي ها لسه قلناه، النار تحرق، الطعام ايه يشبع. يبقى عندك الحكم عادي وحكم ايه عقلي. وفي كمان العادي مش شرط يكون، خد بالك الحكم لما نقول مثلا ايه الفاعل مرفوع مش حكم ده لا حكم ولا مش حكم، لكن مش داخل في الثلاثة، مش عقلي يبقى الحكم الحكم اللغوي ده ايضا حكم عادي لانه مش عقلي تمام، ومش مستند الى الشرع، ومستند الى السماع، والى مش قلنا يستند الى الحواس، مستند الى القياس، والقياس ده عقلي، مش المسائل النحويه فيها مسائل قياسيه وفيها مسائل سماعيه، فنستند الى السماع يبقى راجع للحس، والى القياس يبقى راجع برضه للتجربه والمشاهده، ولا انا ما من قتيل ولا شباب معلش اذا الحكم اللغوي اي ما فيش حاجه اسمها حكم، وبرضه حكم عادي. ما هو لو كان النحو ده مثلا نازل في القرآن الإعراب حنقول شرعي، وإن كان مثلا ممكن نرجحها للشرع لأنه ما احنا مأمورين مثلا بمحافظة على اللغة من جهة بعيدة بس، إنما هو الجهة القريبة هو إيه؟ هو حكم عادي وهو حكم قولي كرفع الفاعل ونصب المفعول ما أشبه من الأحكام النحوية واللغوية. إذا عندك العادي خد بالك ينقسم إلى ثلاث أقسام. العادي هي مسألة جديدة، قال لك العادي ده فعل زي ما قلنا، والعادي يكون قوي زي رفع الفاعل نصب المفعول وما أشبه ذلك من الأحكام النحوية واللغوية. والفعل احنا قلنا يبقى قول وإيه وفعل، والعادي الضروري. وفي إيه عادي نظري؟ إيه العادي الضروري؟ نحو النار محرقة
والعادي النظر اللي هو عاوز تجربة وزي بتاع الكيمياء يثبت تجربة معانا وبتوع طب يعني خلال التجربة استنتج حكم بواسطة التجربة، إذا هذا يحتاج إلى نظر وإلى تجربة. أما الضروري هذا يدرك بالبديهة، حتى الحكم الشرعي فيه ضروري وفيه نظري. لو قلنا الصلاة واجبة ده حكم كل بالضرورة يعرف، الزنا حرام ضرورة، انما الحكم النظر زي مسائل البيوع ومسائل الطلاق اللي عاوزه دراسه وعاوزه بحث في الادله عاوزه نظر، وهي مسائل شرعيه ايضا. خلاص كده يبقى اذا الحكم الشرعي برضه يكون فيه نظري ويكون فيه ايه العقل الضروري زي ايه النفي والاثبات لا يجتمع، والعقل النظري ايضا زي لما نقول الواحد نصف الاثنين ده حكم ايه عقلي مش كده، بس ده ضروري ولا نظري؟ ضروري. طب عاوزين حكم عقل نظري، هنقول كده الواحد ربع عشر الاربعين ده عشر الاربعين كام؟ اربعة كده ربع عشر الاربعين عشر الاربعين اربعة وربع العشر واحد، يبقى الواحد ده ربع عشر الاربعين. هل دي يفهمها حد ولا لازم عاوز ينظر فيها ويحسبها؟ يوصل الواحد ربع عشر الاربعين. ثم قال والعقل سر روحاني، سر روحاني. بعد الصلاة ان شاء الله اذا كنتم موجودين نقول ما كانش ولا خلاص نكتب كده كم الشيخ ممكن حاجة على طول لا خلاص اذا كده نقف على ايه العقل سر روحاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. العلة ولا وإيه والسبب؟ لا العلة وإيه تاني اللي قال عليه الطبلة، العلة والطبلة بتدفع التأثير على الفرق بين التأثير بالعلة والتأثير بالطبل. السبب تتفرق بينه وبين الشر، تمام؟ احنا قلنا السبب ما يلزم به من وجوده لوجوده من عدمه لعدم وجوده، والشر ما يلزم من عدمه لعدم ولا يلزم هذا هو التفريق بين السبب والشر. اما التفريق بين العله والطبع حضرتك انت ده عله، ده معناها لا يتوقف على ايه شر، في شر هنا حرك بيت حرك سألة. اما بالنسبه للنار تحرق لو قلنا ده تاثير الاحراق يكون بالعله، اذا معناها ما فيش لا شر ولا انتفاء ايه مانع. اما اذا كان بالطبع يبقى معناها عاوزين حاجتين، عاوزين شر. ايه الشرط؟ النار تحرق بطبيعه، بس اذا شرط المماسه او ده الشرط وانتفاء مانع عن البلل. اما العله ما تتوقفش على كده، يفرض في بلل هتتحرك اليد تتحرك الساعه وما مش حاجه في انتفاء، طالما اتحركت اليد لازم تتحرك الساعه، بخلاف النار ما نقولش طالما وجدت النار يوجد الاحراق، لا لازم في حاجتين هما ايه؟ هما المماسه وانتفاء المانع، ده اللي إيه؟ التاثير بالطبع. اما اللي قال النار بعلتها اذا معناها لم يوقفها لا على شر ولا على انتفاء مانع، عاوز يقول لك كل ما وجدت النار وجد الاحراق وخلاص ولم يقيد، انما بتاع الطبع هو الذي قيد بقيدين.
هذا الفرق بين وده كفر وده كفر يعني النتيجة واحدة. ومولانا طب الذين قالوا ان النار تؤثر بقوتنا ودعا الله فيها هل معنى ذلك انهم يمكنون ان يجدد كرامتهم الثانية؟ الذين قالوا ما تؤثر بقوة أو دعا الله فيها يبقى انكروا الكرامة والمعجزات. كيف هذا؟ فقط يعني قالوا بقوة أو دعا الله فيها وجعلوا الترابط بينهما ترابطا عقليا بمعنى أنه لا ينفك. لا اللي قالوا بقوة أو دعا الله فيها مش عن الترابط. طب المعتزلة ما قالوا كده الترابط يكون في التأثير بالعلة أو ده الربط العقلي ده. انما الربط الطبع ده ما تكلموش عن الترابط. لا الذين قالوا ان النار تؤثر بقوة او دعا الله فيها لما المعتزلة وتبعهم ابن تيمية المعتزلة انكروا الكرامات والمعجزات من هذه الحيثية لكن من هذه الناحية لكن ما نحن عايزين كيف انكروها من هذه الحيثية يعني ايه الربط بينها احنا عايزين نشوف يعني قالوا ان النار تؤثر بقوة او دعا خلاص تأمين كلامه لكن عايزين جعلوا الترابط عقليا. لا خلاص اذا كده ازاي كانهم قالوا عله ومعلوم ما فيش فرق في الحال يبقى كده ما فيش انفكاك ما فيش معجزات ما فيش عادات ما فيش كرامات عندهم. هي ايه المعجزات ده تدل على ايه؟ وجود الانفكاك. اذا كان الترابط عقلي يبقى معناها ما فيش انفكاك لابد ان تنتفي. طب ابن تيميه قال بنفس قول المعتزله ولكنه لم ينكر الكرامات ولا المعجزات لا إذا ما إذا شوف أنت كده أنت وقعت في شيء. لا هو ابن تيمية لو أنا ما وقفت على هذا لكن إثبات ابن تيمية ما أثبتش التلازم ما أثبتش الترابط ولو أثبت ما كانش قال بالكرامة إذا قال بقوة زي ما أنت قلت مثلا بقول المعتزلة لكن بدون وجود الترابط. فالقول يحمل على ما إذا أوجد الترابط يبقى هنا إيه إنكر لابد حينكر. إذا نفى الترابط جعله ترابط عادي مش حينكر لكن سواء جعلته عادي أو جعلته عقل المهم الكلام في القوة المودعة. ومن يقول بالقوة المودعة يدعيهم فلا تلتفت. حتى اللي قال بالنسبة إلى البدعة ولا منسب بالكفوة في تكفيره خلاف برضه. لو قلنا الجهة نظر المحققون إلى زاويتين نظر للزاوية الأولى وتعطيل القدرة القديمة والتأثير بالحقيقة هنا كفر عظيم ولا نظر إلى أنها أيضا مخلوقة لله فقال بإيمانه. فإذا هنا برضو في جهتين منفككين ممكن يجعل الإنسان التأثير وغير اللي هو من غير أهل السنة يجعله للقدرة الحادثة أو للقوة الحادثة لكن إن قال بوجود الترابط العقلي هنا يؤديه إلى إذا كأنه قال بكلام الفلاسفة بالعلة. أما إذا قال بوجود الترابط العادي ويمكن انفكاكه فلا إيه لا يترتب على هذا القول نفي المعجزة. طب خلاص ما حرك المراجع في الأزلي ما الأزلي ما لا أول له وجودا أو عدما والقديم ما أول له ما لا أول له وجودا فقط. وقيل هما مترادفان والتحقيق على هذا الذي قلنا الأزلي لا أول له وجودا أو عدما أما القديم ما لا أول له وجودا فقط. وهنا يقال كل قديم كل أزلي قديم ولا عدم يعني هنا كل المقصود بكل بلا أول له أي لا بداية لا أول له يعني لا بداية يعني معناه لا أول له يعني معناها لم يسبق بعدم يعني وجوده الأولية مستمرة في القدم أو معنى يعني معناها لم يسبق بعدم يعني ليس حادث ما هو ضد القديم. ما دام تنتفي الأولية حينتفي الحدوث وحيثبت القدم معناه ما فيش أولية في القدم أو معنى كلمة ما أول له ما ليس له. هي الإشكالية عندي في كلمة أو عدم يعني لا أول له وجودا أو عدم واضحة ده عن المذكور يعني قبل وجوده لم يكن فيها. ما انا مستلزم لك انت ايه الاول العدم انت في الازل كنت عدما ام كنت موجودا عدم. هل عدمك له اول؟ لا خلاص كده عدمك ازلي لانه لا اول له كنت عدم المسمى معدوم معناها عدمك في الازل لا اول يا سلام. ولو كان لعدمك اول ده قبل وجودك قبل عدمك وهذا مخالف للسنه.
فهم قلبه عشان هو من المرة اللي فاتت ما زالت ما